مبروك وبنصل لجائزة أفضل برنامج إذاعي لعام 2018. الحب، الحب بيصنع معجزات. أزايز الحاجة الساعة دي اختراع، اختراع كبير. الاسماس هي 1006 هاشتاج معاك في السكة بالعربي. انا عارف ان الحكاية ملهاش علاقة تماما تماما بالموضوع اللي احنا نتكلم فيه، بس هو الراجل كان بيدردش حاجة. انا معاك في الكليك، معاك في السكة على نجومة فقام ونجومة فقام. انا شهادتي فيه مجروحة يعني، بس هو اشطر مذيع راديو من وجهة نظري. خالد عليش برنامج معاك في السكة على نجوم اف ام. مساء الفل، ايه الاخبار؟ في جزئين، الجزء الاول شكرا وشوشة، شكرا مراتي، شكرا لكل الناس اللي صوتت، شكرا لكل الحاجات دي. رقم اتنين وده المهم، الجائزة دي مش بتاعتي الحقيقة خالص، انا جزء صغير جدا جدا من معاك في السكة. بهدي الجائزة دي لكل فريق عمل نجومة في ام، من اول حد يعني من اصغر حد لاكبر حد، كلهم الحقيقة يستحقوا الجائزة دي. لان السنة دي في 2019 مفيش معاك في السكة، انا سبت معاك في السكة بس اربع سنين معاك في السكة. فيعني قبل ما انزل بس عايز اسمع حاجة مهمة، معاك في السكة بصوت عالي. ايوه شكرا شكرا.